يكون حد امين سر نادي الرياضي بيروت استاذ مازن طباره. مازن يعني مفارقه غريبه انطلاق بطوله لبنان رياضي وحكمه باسفل الترتيب، هذا الشيء مش كثير معودين له يعني. شو صار تحديدا مع الرياضي بعد الخساره يلي تلقيتوها بملعب الشانفيل، وكيف رح تقدروا تعوضوا هالخساره وتصالحوا جمهوركم يلي كمان ملاحظين انه منه جمهور كبير اليوم بالملعب؟ هلا اليوم الجمهور ما كثير بالملعب، بتعرف يمكن التوقيت العشاء لثلث، عشاء لثلث ما كثير بيساعد الجمهور يجي يحضر. بس اول جيم الشانفيل كان كثير منيح، نحن فريقنا كان الاجانب ما صار لهم زمان جايين، بس هذا منه عذر، فريق لازم يقاتل. نحن هلا لازم نرجع نفرج المستوى تبع النادي الرياضي، لازم الفريق يقاتل، الاجانب يفرجوا الليفل اللي لازم يفرجوه، الليفل تبعهم، وان الله رد الله يوفقنا يعني. مازن يعني بتعرف يعني بس يكون في فريق كبير وراه جمهور كبير، انتم حاملين اللقب، الانتقادات بتكون اكثر يعني من الفرق طبيعي. من الفرق العاديه، كيف استوعبتوا هالامور بهالاسبوع؟ هل اللاعبين تاثروا بهالشيء؟ لانه السوشيال ميديا ولع كله يعني، الكل كان عم ينتقد، وبتعرف يلي بحب فريقه ما بحب فريقه يخسر يعني. هلا طبيعي نحن كنادي رياضي وجمهوره، جمهوره دائما متطلب، دائما بده ايانا يشوفنا، دائما عم نربح وهذا حقه، وتعود جمهور النادي الرياضي انه دائما نفرجي صوره احلى من يلي فرجيناها. هلا بس من ناحيه ثانيه يلي ما بيعرف يخسر ما بيعرف يربح، اكيد يعني نحن لازم دائما نطلع انه نحسن ادائنا ونعطي كل شيء عنا تتكون الصوره صح للنادي الرياضي ولهالجمهور الكبير اللي ورانا، وان الله راد عم جرب نشتغل قد ما فينا تنحسن هذا الوضع. بخصوص السوشيال ميديا بتعرف انت العصر تغير مع السوشيال ميديا، ما فيك يو كان نوت كنترول، فنحن قد ما فينا نطلب من لاعبتنا يظهروا شوي من السوشيال ميديا تنكون دي اكتيفيت قد ما فينا مشان ما يتاثروا، وبعدين نطلب دائما كمان من جمهورنا يكون ورانا. رح نمروا بظروف امرار مش مثل ما نحن رايدينها، بس كمان مهم اخر شيء وين يكون ترتيبنا اخر الموسم مش اول الموسم. انا بدي اشكرك اكيد مازن طباره امين سر نادي الرياضي، ثانك يو لك. اذا مشاهدينا